بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم متابعين قناه الاسكول لطلاب الصف الثالث الثانوي. ان شاء الله هنكمل معاكم مراجعه ليله امتحان ماده الفيزياء باذن الله. في الفيديو ده هنبدا نراجع الفصل السابع بعنوان الليزر. قبل اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان الكل يوصل. طيب تعالى كده حاول الخص لك بسرعه الفصل السابع قبل ما ندخل على الافكار. تعالى كده نبدا الفصل السابع بمقارنه ما بين الضوء العادي والليزر. عايزين نعرف في البدايه الضوء العادي فوتوناته بتنبعث ازاي والليزر فوتوناته بتنبعث ازاي. في البداية الذرة عندي بتبقى في المستوى الأرضي، عشان تنتقل من مستوى أقل لمستوى أعلى لازم تكتسب إيه؟ طاقة. الطاقة دي بتساوي أو فوتون، الفوتون ده طاقته بيساوي فرق الطاقة بين المستويين اللي هو الأقل والأعلى. طيب لما يمتص هنا الذرة المصارة الفوتون تبدأ تصار وتنتقل من الأدنى للإيه؟ للأعلى. تقعد شوية صغيرين اللي هم فترة العمر، وبعد كده تنتقل من الأعلى للأقل. لما تنتقل من الأعلى للأقل ينبعث منها إيه؟ فوتون، طاقته بتساوي فرق الطاقة بين المستويين. ده ولاد اسمه انبعاث. يبقى الانبعاث ده بكل بساطة ده انطلاق فوتون من الذرة المصارة إمتى؟ لما تنتقل من مستوى أعلى لمستوى إيه؟ أقل. ممكن يكون بعد انتهاء فترة العمر، ممكن يكون قبل انتهاء فترة العمر. طيب تعالى كده نشوف الفرق ما بين الانبعاثين. الضوء العادي فوتوناته بتنبعث بالانبعاث التلقائي. الليزر فوتوناته بتنبعث بالانبعاث المستحث. الانبعاث التلقائي ده قصته ايه؟ الانبعاث التلقائي ده بكل بساطة ده انبعاث فوتون من الذرة المصارة امتى؟ لما تنتقل من مستوى اعلى لمستوى اقل. الكلام ده امتى؟ بعد انتهاء فترة العمر، وده بدون مؤثر خارجي. انما الانبعاث المستحث نفس القصة بس باختلاف، اللي هو ايه بقى؟ الانبعاث المستحث زي ما احنا قلنا هو انبعاث فوتون من الذرة المصارة امتى؟ لما تنتقل من مستوى اعلى لمستوى اقل. بس الكلام ده امتى؟ بتأثير سقوط فوتون خارجي. يعني الذرة وهي لسه في المستوى الاعلى، لسه فترة العمر لسه ما خلصتش، بيسقط عليها فوتون طاقته بتساوي فرق الطاقة بين مستويين. الفوتون ده لما بيصطدم بيها بينزلها المستوى الايه؟ الادنى. ولما تنزل المستوى الادنى بينبعث منها ايه؟ فوتون. يبقى هنا الانبعاث المستحث ده انبعاث فوتون من الذرة المصارة امتى؟ لما تنتقل من مستوى اعلى لمستوى اقل بتأثير سقوط فوتون خارجي، وده قبل انتهاء فترة العمر. طب لما نيجي نشوف النقاء الطيفي، النقاء الطيفي ده اللي هو مدى الاطوال الموجية. الضوء العادي مدى الاطوال الموجية بتاعه الصغير ولا الكبير؟ انا لما اجي اشوف الضوء العادي مثلا اللي جاي من الشمس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ضوء مرئي وأشعة تحت حمراء وأشعة فوق بنفسجية. يبقى إحنا بنتكلم في مدى كبير من الأطوال الموجية. يبقى هنا الضوء العادي مدى الأطوال الموجية بتاعه أو المدى الطيفي بتاعه مدى إيه؟ كبير. إنما الليزر ده مدى ضئيل من الأطوال الموجية، لأن الليزر أنا بتكلم في لون واحد بس، ليزر أحمر، ليزر أخضر، ليزر أزرق. يبقى إحنا هنا بنتكلم في مدى ضئيل من الأطوال الموجية. طيب بالنسبة هنا لترابط الفوتونات، الضوء العادي الفوتونات بتاعته غير مترابطة لأنها بتنتشر بسرعة شوية في جميع الاتجاهات، زائد إن الشدة بتاعتها ما هي الثابتة. إنما الليزر لا، الفوتونات بتاعته مترابطة، الفوتونات كلها بتنتشر في اتجاه واحد مع بعض. وعايز أوضح أكتر يعني إيه فوتونات مترابطة. فوتونات مترابطة يعني أنا لما يكون عندي هنا فوتونين بالشكل ده مترابطين، فوتونين مترابطين يعني زي بعض في كل حاجة، متفقين في الطور والتردد والاتجاه، ده كده فوتونات ايه؟ مترابطة. طب نيجي هنا من حيث الشدة وتركيز الإشعاع. الضوء العادي أثناء الانتشار شدته بتقل، معنى كده إن هو بيخضع لقانون التربيع العكسي اللي هو بيقول لي شدة الإضاءة بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة ما بين المصدر والسطح. أما الليزر لا، الليزر شدته ثابتة ما بتتأثرش أثناء الانتشار. توازي الحزمة الضوئية أثناء الانتشار بالضوء العادي قطر الحزمة الضوئية بتاعه إيه؟ بيزيد. بالنسبة لليزر قطر الحزمة الضوئية بتاعته إيه؟ ثابت أثناء الانتشار. طيب نيجي هنا ليزر الهيليوم نيون. ليزر الهيليوم نيون اللي هو الليزر الأحمر اللي هو إيه؟ في المكتبات، الليزر اللعبة اللي في المكتبات. طيب ده قصته إيه؟ ليزر الهيليوم نيون لما نيجي نتكلم عن التجويف الرنين بتاعه، التجويف الرنين بتاعه التجويف خارجي عبارة عن مرآتين، واحدة عاكسة والتانية شبه منفذة. العاكسة دي معامل انعكاسها 99.5%، والشبه المنفذة دي معامل انعكاسها كام؟ 98%.
طيب التجويف الرنين بتاعه زي ما احنا قلنا ده تجويف ايه؟ خارجي. طيب الوسط الفعال، الوسط الفعال هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن هيليوم ونيون بنسبة 10 إلى 1، هيليوم ونيون بنسبة 10 إلى 1، والمصدر هنا مصدر الطاقة ده مصدر مستمر. ليه بختار الهيليوم ونيون كوسط فعال؟ لتقارب قيم مستويات طاقة الإثارة بينهم. مستويات طاقة الإثارة بينهما ايه؟ متقارب. طيب في البداية هنا ببدأ أسير ذرات الهيليوم، فذرات الهيليوم تثار وتنتقل من الأرضي للتالت. ذرات الهيليوم دي ذرات مرازية، يعني أثناء انتقالها من الأرضي للتالت تصطدم بذرات الإيه؟ النيون، وبعدين تطلع للإيه؟ للتالت. تصطدم هنا تصادم إيه؟ غير مرئي. فلما الهيليوم يصطدم بالنيون ذرات النيون تثار فتنتقل من الأرضي للتاني. طبعا بزيادة تصادم ذرات الهيليوم المثارة بذرات النيون الغير مثارة يثار مزيد من ذرات النيون ويزداد انتقالها من الأرض للإيه؟ للتاني، لحد ما يحصل هنا ولاد وضع الإسكان المعكوس، اللي هو الوضع اللي بيكون فيه عدد الذرات في مستوى الإثارة بالشكل ده أكبر من عددها في المستوى الإيه؟ الأدنى. ده وضع الإسكان المعكوس. تبدأ بعض الذرات اللي فترة العمر بتاعتها خلصت تبدأ تهبط تلقائيا للمستوى الأدنى. لما بتهبط تلقائيا يعني أنا عندي مثلا ذرتين هم إيه؟ هبطوا للمستوى الأدنى، فينبعث فوتونين. الفوتونين دول يرتدوا بين المرآتين، أثناء ارتدادهم بين المرآتين يصطدموا بذرات النيون الإيه؟ المثارة. فلما بيصطدموا بذرات النيون المثارة بينبعث مزيد من الفوتونات. الفوتونات المنبعثة دي تقعد نفس القصة، ترتد بين أو تنعكس بين المرآتين. أثناء انعكاسهم بين المرآتين برضو يصطدموا بذرات الإيه؟ النيون، فينبعث مزيد من الفوتونات. تفضل القصة دي تتكرر، وفي كل مرة تتكرر بيزداد عدد الفوتونات لحد ما عددها يوصل لقيمة معينة، وتنفذ هنا أو ينفذ هنا شعاع ليزر من مرآة شبه. طيب خد بالك الأنبوبة دي أنبوبة من الكوارتز تحت ضغط 6/10 مليمتر ظل. عايزين نتكلم في آخر حاجة بقى، فرق المسافة ما بين الفوتونات. يعني أنا عندي هنا فوتونين بالشكل ده، عندي هنا فوتونين بالشكل ده، أدي فوتون واحد وأدي فوتون اتنين. عايز أعبر عن فرق المسافة ما بينهم، بقدر أعبر عن فرق المسافة بمفهومين، فرق الطول وفرق المسار. فرق المسار ده بيعبر عن فرق المسافة بالأطوال الموجية، إنما فرق الطول ده بالزوايا. طب القانون اللي بيجمع ما بينهم فرق الطول بيساوي فرق المسار في 2π على لندا. طب لما نيجي نشوف هنا مثلا الموجتين دول أو الفوتونين دول، الفوتون الأول والفوتون التاني، مين اللي بيسبق مين؟ الأول بيسبق التاني بقد إيه؟ بنص موجة. يعني هنا أقدر أقول فرق المسار، فرق المسار بيساوي نص لندا. طيب فرق الطور، تعالى كده نعوض في القانون. فرق الطور هنا بيساوي 2π على لندا في فرق المسار اللي هو نص لندا. 2 هتروح مع الاتنين واللندا هتروح مع اللندا، هيطلع لك في الاخر ايه؟ تعالى كده نشوف اول سؤال معانا يوضح الشكل التخطيطي جهاز إنتاج ليزر هيليوم نيون. أي الاختيارات تعبر عن دور كل من مكونات 1 و2 و3 بشكل إيه؟ صحيح. طيب رقم واحد المرئتين دول وظيفتهم طبعا انعكاس الفوتونات، يبقى رقم واحد دي انعكاس الفوتونات. رقم اتنين ده اللي هو اللي بيحتوي على الوسط الفعال، أنبوبة الكوارتز اللي بتحتوي على الوسط الفعال. ورقم ثلاثة ده اللي هو المصدر المستمر اللي بيعمل إثارة الإيه؟ لذرات الهيليوم، اللي بيحدث إثارة لذرات الإيه؟ الهيليوم. يبقى أنا هنا هختار ب رقم واحد انعكاس الفوتونات، اتنين بيحتوي على الوسط الفعال، ثلاثة إحداث فرق جهد عالي. السؤال الثاني ده تجربة 21، في ليزر الياقوت المطعم بالكروم يستخدم مصابيح سيليكون قوية لإثارة ذرات الوسط الفعال. النسبة بين سرعة شعاع ليزر الناتج في الهواء إلى سرعة ضوء مصباح الزينون في الهواء. سرعة أي ضوء في الدنيا أو أي شعاع في الدنيا مهما كان نوعه دي ثابتة، 3/10 أس 8. يبقى هنا السرعتين إيه؟ متساويين. يبقى هنا النسبة بينهم تساوي 1.
رقم 3، فوتون تردده نيو سقط على ذرة مشتركة بالشكل المقابل. أي من الصور الأربعة تعبر عن خصائص الانبعاث المستحث؟ طبعا الانبعاث المستحث الذرة دي هنا في المستوى الأعلى سقط عليها فوتون، دي كده قبل ما تنتهي فترة الايه العمر، دي قبل انتهاء فترة العمر. طيب لما الفوتون ده يصطدم بالذرة ايه اللي هيحصل؟ طبعا اللي هيحصل ان الذرة دي تهبط للمستوى الايه الأدنى، ولما تهبط للمستوى الأدنى بينبعث منها ايه فوتون، طاقته بتساوي فرق الطاقة بين المستويين مع الفوتون الساقط. الفوتونين دول أولاد توأم لأنهم مترابطين. احنا قلنا الفوتونات اللي جاية من الانبعاث المستحث اللي هي جاية من الليزر دي فوتونات مترابطة، يعني متفقين في كل حاجة. طب انهي شكل هنا بيوضح ان الفوتونين الناتجين دول فوتونات مترابطة؟ تبقى ايه كيمو، فوتونات مترابطة يعني زي بعض في كل حاجة، متفقين في الايه في التردد وفي الاتجاه وفي الطول. رقم 4، يبين الشكل الرسمي التخطيطي لجهاز الهيليوم نيون، مكوناته 1 و2 و3 و4 و5. أي اختيار صحيح له دور هام في عملية تضخيم فوتونات الليزر. طيب يعني إيه تضخيم فوتونات الليزر؟ يعني زيادة عدد، زيادة عدد الفوتونات. طب أنا هزود عدد الفوتونات إزاي؟ هزود عدد الفوتونات كل ما الفوتونات بتصطدم في الليزر أو بتصطدم في ذرات الإيه النيون. طب والفوتونات بتصطدم في ذرات النيون إمتى؟ لما بيحصل لها انعكاسات متتالية، يعني أثناء الانعكاسات المتتالية ما بين المرآتين بتصطدم في ذرات الإيه النيون المسار. طب يبقى إيه الجزء المسؤول عن الانعكاسات المتتالية المرآتين دول؟ 4 و5. رقم 5، حزمة أشعة ليزر قطرها 2/10 سنتي وشدتها الضوئية أي عند مصدرها، فإن شدتها وقطرها على بعد 12 متر من المصدر معاد. طبعا الليزر ده شدته وقطره ايه ثابتين، ما بيتغيروش أثناء الانتشار، يبقى هنا الشدة والقطر ايه ثابتين. رقم 6، لديك 4 أشكال تمثل مراحل إنتاج الليزر، أي من الأشكال يمثل عملية الإسكان المعكوس؟ إحنا قلنا ولاد الإسكان المعكوس ده بكل بساطة اللي هو بيكون فيه عدد الذرات في مستوى الإثارة الأعلى أكبر من عددها في المستوى الإيه الأدنى. طب أنهي شكل هنا بيبين لي إن عدد الذرات في المستوى الأعلى أكبر من عددها في المستوى الأدنى؟ طبعا الشكل إيه يعني عددها في المستوى الأعلى هو التاني أكبر من عددها في المستوى الأدنى. رقم 7، في عملية التصوير ثلاثي الأبعاد لجسم باستخدام الليزر، كان فرق المسار بين الأشعة المنعكس عن الجسم 2/3 لمدة، عايز فرق الطول. طب ايه القانون اللي بيجمع ما بين فرق الطور وفرق المسار؟ فرق الطور، الطور ده بيساوي 2π/λ في فرق المسار، يعني بيساوي 2π/λ. فرق المسار هنا 2/3 λ، يعني هيساوي لمدة، هتروح مع لمدة، يبقى هنا في الآخر هيطلع 2/2π/4π/3. رقم 8، أي من الصور الأربعة تعبر عن مفهوم النقاء الطيفي للليزر؟ طبعا الليزر زي ما احنا قلنا الفوتونات بتاعته بتيجي بالانبعاث المستحث. طيب والفوتونات اللي بتيجي بالانبعاث المستحث دي بتبقى فوتونات مترابطة زي بعض في كل حاجة. طب ايه الفوتونات المترابطة؟ تبقى طبعا دال زي بعض في كل حاجة، متفقين في الطول والتردد والايه والاتجاه. رقم 9، الشكل المقابل بيوضح تركيب جهاز ليزر الهيليوم نيون، اي من المكونات 1 و2 و3 و4 المسؤول عن ايثار الذرات؟ طبعا اللي بيسيل ذرات النيون الهيليوم، لما الهيليوم بيصطدم بذرات النيون تصادم غير مرن ده بيسيل ذرات الايه النيون، يبقى هنا المكون رقم 3. 10، الأشكال البيانية الأداة تعبر عن العلاقة ما بين شدة الإشعاع والبعد عن المصدر دي، فإن الشكل الذي يعبر عن شعاع الليزر هو نقط. طبعا شدة شعاع الليزر دي ثابتة ما بتتأثرش أثناء الانتشار، يبقى هنا هختار الشكل رقم 3، الشدة ثابتة أهي أثناء الانتشار.
11 الأشكال التخطيطية 1 و2 و3 و4 تمثل خطوات الحصول على فوتونات الليزر. عايز الترتيب الصحيح لخطوات الحصول على شعاع الليزر هو نقط. طيب في البداية ولاد الذرات بتبقى في المستوى الايه الأرضي، الذرات بتبقى في المستوى الايه الأرضي، يعني هنا رقم 1 الذرات بتبقى في المستوى الأرضي. عشان تنتقل من الأرضي للأقل لازم يسقط عليه فوتون، عشان تنتقل من الأرض للأعلى هنا لازم يسقط عليها فوتون طاقته بتساوي فرق الطاقة بين المستويين. يبقى هنا الشكل رقم 1 الذرات في المستوى الأرضي، عشان توصل لمستوى أعلى لازم يسقط عليها إيه؟ فوتون طاقته بتساوي فرق الطاقة بين المستويين. يبقى هنا أول حاجة خالص اللي هو الشكل رقم إيه؟ ده كده 1. وبعدين طبعا لما الذرة أو الذرتين دول الفوتونين دول هيصيروا إيه؟ ذرتين، الفوتونين دول هيصيروا ذرتين، فيخلوهم ينتقلوا من المستوى الأرضي للمستوى الأعلى زي في الشكل إيه؟ 4، رقم 4 ده دي الخطوة التانية. طيب وبعدين قبل انتهاء فترة العمر لازم هنا يسقط فوتون طاقته بتساوي فرق الطاقة بين المستويين اللي هو رقم إيه؟ 2. قبل هنا انتهاء فترة العمر لازم يسقط على الذرة المسارة وهي في مستوى الإثارة فوتون طاقته بتساوي فرق الطاقة بين ايه المستويين. يبقى رقم 2 دي الخطوة الثالثة. آخر خطوة بقى لما الفوتون يخبط في الذرة المسارة دي اللي هيحصل الذرة دي هتنزل المستوى الأدنى فينبعث منها ايه فوتون، مع الفوتون الايه اللي نزلها للمستوى الأدنى قبل انتهاء فترة العمر. يبقى الخطوة رقم 3 دي ايه؟ دي اخر، يعني تبقى ده رقم 12 تعبر الاشكال البيانية التالية عن العلاقة ما بين شدة الاشعاع والطول الموجي لعدة مصادر ضوئية بنفس مقياس الرسم. اي شكل يمثل الاشعاع الذي يمكن استخدامه في التصوير المجسم؟ التصوير المجسم ده استخدم في الليزر. طيب هنا النقاء الطيف للليزر طبعا هيبقى ألف، النقاء الطيف للليزر بيمثل مدى ضئيل جدا من الأطوال الإيه الموجة. نيجي الرقم 13 دي دور تاني 22 مسألة مهمة جدا. يوضح الشكل وضع الإسكان المعكوس في غاز النيون والفترة الزمنية التي قضتها كل ذرة من الذرات الخمسة المسارة بالمستوى شبه المستقر A2 حتى لحظة ما، وبفرض أنه بعد مضي 5 × 10^4 ثانية من تلك اللحظة ستصل فوتونات كل منها طاقته A2 - A1 إلى الذرات الخمسة الموضحة بالمستوى A2، أي من الذرات الخمسة ستحس قبل انتهاء فترة الإيه العمر؟ طيب بكل بساطة كده السؤال ده معناه إيه؟ المستوى ده فترة العمر بتاعته كام؟ 10^3 ثانية، 10^3 ثانية ده في ليزر الهيليوم نيون. طيب الأزمنة اللي هو جايبها لك دي الأزمنة اللي قضتها ايه كل ذرة. طب ما تيجي نحسب كده كل ذرة من دول ناقص لها الزمن قد ايه وبعدين تسقط للمستوى الايه او تنتقل للمستوى الايه الأدنى. هو فترة العمر كام؟ 10^3 ثانية دي الفترة اللي هتقضيها كل ذرة فوق. كل ذرة قضت لحد دلوقتي الزمن اللي هو جايبه لك ده، يبقى لسه لها قد ايه عشان تنتقل للمستوى الادنى؟ يبقى انا هنا هعمل ايه؟ هطرح 10^3 ناقص كل فترة هو جايبها لي. نبتدي كده بالذرة الاولانية 10^3 ناقص 9 × 1 في 10^4 هيطلع لي في الاخر 9 في 10^4. طيب بالنسبة للذرة التانية 10^3 ناقص 2 × 10^4 هيطلع لي في الآخر 8 × 10^4 ايه 3. 10^3 ناقص 8 × 10^4 هيطلع لي في الآخر 2 × 10^4. طيب بالنسبة لـ A4 10^3 ناقص 7 × 10^4 هيطلع لي 2 و7 × 10^4.
بالنسبة لإيه 5؟ 10 أس ناقص 3 ناقص 4.2 من 10 في 10 أس ناقص 4 هيطلع لي في الآخر 5.8 في 10 أس ناقص 4 إيه ثانية. طيب إيه الذرات، إيه الذرات اللي هتلحق الفوتون ده؟ طبعا اللي زمنه أقل من زمن الفوتون ده، اللي زمنه أقل من زمن الفوتون ده، ده مش هيلحقه. يعني ايه واحد ايه واحد وايه تلاتة وايه أربعة، دول هيسقطوا للايه، للمستوى الأدنى قبل وصول الايه الفوتون ده. إنما اللي هيلحق الفوتون ده اللي هو ايه 8 × 10⁻⁴ وخمسة وتمانية في 10⁻⁴، لأن زمنهم أكبر من زمن الايه الفوتون ده. يعني أنا كأن بالظبط واحد هيجي لي بعد ساعة، لو أنا مشيت قبل الساعة دي مش هلحقه، إنما لو أنا قعدت بعد الساعة يبقى أنا إيه ألحق. هنا نفس الفكرة بالظبط، الذرات واحد وتلاتة وأربعة دول زمنهم قبل الزمن بتاع الفوتون ده، يبقى دول مش هيلحقوا. إنما الذرتين اتنين وخمسة زمنهم أو هيقعدوا زمن أكتر من زمن الفوتون ده، يبقى الذرتين دول هيلحقوا إيه الفوتون ده، يبقى الذرتين دول اتنين وإيه رقم 14. عدد الفوتونات المترابطة المنبعثة من ذرات النيون في ليزر هيليوم نيون يزداد بتأثير نقط طبعا الانعكاسات المتتالية، لأن احنا قلنا الانعكاسات المتتالية بين المرآتين ده بيخلي ايه الفوتونات المنعكسة بتصطدم بذرات النيون الايه المصارة، فينبعث مزيد من الفوتونات، تقعد برضو نفس القصة تنعكس بين الايه المرآتين فتصطدم بذرات النيون المصارة فينبعث مزيد من الفوتونات. يبقى القصة دي أساس ايه الانعكاسات المتتالية، يبقى الانعكاسات المتتالية دي أساس زيادة عدد الايه الفوتونات. 15. عند استبدال أحد المرآتين في التجويف الرنيني لجهاز ليزر بقطعة من الزجاج الشفاف وإعادة تشغيل الجهاز، طبعا هنا لا ينتج شعاع الليزر من الجهاز لأن مش هيبقى فيه انعكاسات متتالية. آخر سؤال معانا رقم 16. مصدران ضوئيان أحدهما عادي يصدر ضوء أحادي أزرق اللون والآخر يصدر شعاع ليزر في منطقة الطفل أحمر، أي من العبارات التالية إيه صحيح؟ هو بالنسبة هنا لما نيجي نقارن ما بين الضوء العادي، الضوء العادي والليزر، الضوء العادي ده أزرق والليزر أحمر، وتعالى برضو هنا نقارن ما بين الشدة، طبعا الشدة بالنسبة للليزر طبعا شدته أكبر. طب بالنسبة هنا بقى للطاقة، افتكر كده معايا الضوء الأبيض اللي هو أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بنفسجي، كل ما بروح للبنفسجي الطاقة البنفسجي اللي هو بعديه الأشعة فوق بنفسجية، الطاقة والتردد بيزيدوا بس الطول الموج هنا بيقل. طيب يعني هنا الأزرق طاقته أكبر من الإيه من الأحمر، يعني أنا أقدر أقول إن طاقة الأزرق طاقة الأزرق أكبر من طاقة الإيه الأحمر. يبقى هنا بالنسبة للضوء العادي طاقته أكبر بس شدته هنا إيه أقل، طاقته أكبر بس شدته إيه أقل، يبقى أنا هختار إيه بقى؟ طاقة فوتونات الضوء العادي أكبر وأقل إيه شدة. كده يا ولاد خلصنا فيديو مراجعة الفصل السابع بعنوان الليزر، يا رب تكون الدنيا سهلة عليكم، إن شاء الله في الفيديو الجاي هنبدأ مراجعة الفصل الثامن بعنوان الإلكترونيات الحديثة، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.